حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان". وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا" الايه فلقيني الاشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في انزلت